حصل معايا موقف سنة 71 أول سنة دخلت فيها النادي الأهلي. أيوه. الموقف دوت كنا بنلعب لبطولة 17 تحت 17 سنة وأنا كنت لسه رايح النادي الأهلي أول سنة. الحمد لله كسبناه وكسبنا، كان مكسب كبير جدا على نادي الزمالك في نهائي البطولة، كان 7-1. فكان الناس كلها فرحانة بالرقم الكبير ده، كان أعتقد عمره اتحقق الرقم دوت ما بين الناديين بالرقم ده، يعني كناشئين طبعا. فكانوا في فرحة كبيرة قوي أنا عايشتها، والبيت الأسرة عاشتها والناس حاسه بيها، وابتدت تاني يوم صورة تطلع في الجرايد، صورة الفرقه كلها لانه كان من المباريات اللي كان فيها مثلا حضور جماهيري، اول مره نلعب قدامه حوالي 40,000 متفرج، كان في ساعه النادي الاهلي كلها. بعديه باسبوع كان في مباراه تانية اهلي وزمالك بس تحت 21 سنه، فيعني اكبر مننا بحوالي 4 سنين يعني من الجيل التاني. فشاءت الاقدار ان النجوم النادي الاهلي في الوقت دوت الفراوده بالذات ما لعبوش، كان في اصابه فلعبوني الماتش ده. في الماتش ده خسرنا 2-1. المباراة ديت حصل ان انا فعلا كنت منها سيء جدا، كنت وحش جدا في الملعب وضاعت مني جوال ما تضيعش. طبعا ليها ظروفها الحقيقة بس انا مش عايز اتكلم في ظروفها يعني. المهم ان انا بعد المباراة دي على طول كانوا خدوني بقى اتمرن فريق اول وابتدوا ناس تعرفني يعني. اول تمرين ليا مع الفريق الاول الجمهور اللي كان قاعد قال لك مش عايزينه يعني، قالوا عبارات انا ضايقتني جدا يعني. فرحت خارج من الملعب، خرجت من الملعب روحت خلاص، قلت بقى خلاص انا كده يعني كده ظهر ايه شكلي خلاص بطلت يعني. فالحقيقه حست بيا جدا ساعتها، وزي ما قلت انا هي حست بيا وحست بان انا متضايق قوي. عرفت ازاي؟ عرفت من مدرب. تاني يوم انا ما رحتش تمرين، تالت يوم المدرب جالي النادي وقال لهم محمود الناس وده طبيعي وده اول مره بقى في الكوره وهيحصل الكلام ده كتير، ومره هيبقى وحش ومره هيبقى كويس. كنت بقى ساعتها عندي 15 سنه يعني، فكنت يعني وقبليها فرحان قوي في اسبوع، وبعدين بعد الاسبوع اللي بعديه بزعل قوي. فيعني المهم وانا من نوع برضه الحقيقه يمكن خساره النادي زعلني يعني ضايقني يعني. فهي جت اتكلمت معايا ما رضيتش ساعتها بقى، قبل ما كنت مقموص بقى وزعلان عارف بقى تصرفات عيال صغيره يعني. فدخلت عندي وقعدت بقى بعد ما مشي الراجل وقالت له بكره هيجي التمرين، وابتدت بقى تكلمني بمعناه يعني ان برضو اللي هو كان قاله لها يعني ان دي الدنيا، والدنيا هتبقى مره كويس ومره وحش ولازم تفهم كده، ولازم تبقى انت عندك يعني طبعا يعني عندك ثقه كبيره جدا في ربنا سبحانه وتعالى، ان الانسان لما بيمشي كويس هيوفق حتى لو اتعثر في حاجه لكن في النهايه هيوفق. وبعدين لما حسيت ان انا متضايق قوي راحت عيطت، فلما عيطت انا انفعلت جدا يعني. فزي ما اقول لك الواحد بيحس باحساسها يعني، انا حسيت باحساسها يعني. فكانت ليها دور كبير جدا في ان انا ارجع الملعب. الست دي امي،